يا لبيب إيه؟ لك شو لك كيف بنستقبل زبونات بهيك مطعم؟ طيب أول طيب أول شيء فهمنا إنه رقبتك ملوقة، ضروري تقلب الأرض كمان. يلا عم نظف عم نظف خليك بهد له بهد له بعد يا سامي بهد له. لا معقول ليك 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 ربنا خلي خلي تستاهل تستاهل يلا سوي لي سوي لي هالمطعم مضبوط شو هيدا شو هيدا عم عم تمشح الوسخ سوي سوي الكراسي بالأول وفجأة إذا إجا زبونات الله يساعدنا فجأة بدق التليفون وبيرد نجيب نجيب تليفون تفضل عم يرن التليفون هذا التليفون ليش دقته هيك؟ ليش دقته هيك؟ تررن تررن ترق الو الو هيدا المحقق من اهم مجله سياحيه بيتصل تيخبر انه جاي يجرب المطعم لياخذ فكره عنه ويكتب رايه فيه حتى المحقق بدك تجي هلا هذا هلا هلا نحن ساعة بدك مطعم جاهز على طول اكيد اكيد تفضل في شوية عجقة سير انا بنصحك تنطر شوي حتى تروح العجقة وتجي بعدين فبيحملوا حالهم بيحملوا حالهم كرمال تينطفوا كل شيء ويستعدوا لوصول المحقق جميل اوكي حطت المحقق نحن ناطرينك انتبهي من عجقة السير قد ما فيك اخر حتى يكونوا كلهم سوا هيدي بركشي عم تبرق قدام دينتي اوكي وين تنزيل يلا حضرت المحقق ناطرينك شو بتحب نحضر لك اكل لانه بده وقت تحضير الاكل بدنا اياك اول ما توصل بدنا اياك اول ما توصل نجيب بدك تسكر التليفون بدك تساعده بالترتيب شو فكرك عم تهرب من ترتيب المطعم بدي اطرش وزنيه يلا ناطرينك بدي يجي بده اياه يرتب لحاله يلا لشوف شو يلا هلا بتجيبوا الفراشه والصابون نظف الارض حط سوي الكراسي بالاول وين الكراسي ليه ما بتسوي الكراسي الكراسي وين لك يا حبيبي تعال هون تعال هون تعال هون تعال هون تعال هون تعال هون مخصوم عليك مخصوم عليك والله ما عرفت شيء عم نظف صار لي ساعة مخصوم شهرين لك شهر عم تشتغل هون مخصوم شهرين بدي منك شهر هلا ما عندكم كثير وقت بدكم جيبوا من الخزانة الفراشة والصابون ومساحيق التنظيف والمكانس والوزرات والشفطات والمماسح هو بده يجيب أنا مدير وكل شيء بتقدروا يأمنوه من من الخزانة أنا بعطي أوامر هو بجيب جيب وين بدي تخ جيب يا لبيب لا ما لك حق يا لبيب جيب يا بدي ساعدني نجيب يلا بدك تساعده يلا أوكي رح ساعده يلا بدكم تفرشوا المطعم جيب لقلك هيك بدكم جلسوا الكراسة اعطينا اعطينا الاغراض لك اعطينا الاغراض طيب مدير ها اعطينا الاغراض لك هيدا هيدا تمسيح هيدا اللي عملته هون هيدا تنظيف انت بتلاقي مشحت الدنيا كلها يا عيني على هالتنظيف يا عيني حط الكراسي بالاول تيجي بده ياكل الزلمه لك شو عم تعمل شو هالترتيب هيدا شو عم تعمل نظف شو عم بعمل بعد شو منظفها هيدي سوي الكراسي سوي الكراسي يلا حط الكراسي تنقدر نحضر الاكل مكانس وزرات لك قلت لك 100 مرة 100 مرة زبطوا الكراسي طب ما زبطوا الكراسي على ليلة لك الكراسي عم نشيل كراسي خرب ولا مينيموم الكراسي شو صاير حط كل كرسي وعلقها بطريقة تكون مرتبة فهمت؟ ليك بقى عبيد يخرب ذوقك لك مخصوم عليك أربعة أشهر خلص مدير قال له يجي قال له يفوت قال له يفوت روح بعد عندك كرسي قلبي كرستين قلبين وين الكراسي؟ بعد في اثنين بعد في كرستين طيب نجيب ولبيب بيحضروا الطاولة وبيفرشوا الشرشف عليها شرشف وين في شرشف؟ بتجيبوا الشرشف من الخزانة بتبلشوا تحطوا الصحون والشوك والسكاكين على الشرشف على الطاولة كبل لي هالشرشف على لك قوم بقى حزعج الأرض عم شو كسرين حط لي هالشرشف يلا بسرعة بسرعة حط الشرشف على الطاولة هذا مش شرشف يا مدير شو هيدا؟ هيدا ما بعرف شو هيدا بس خليه حلو في شرشف في شرشف هيدا مش شرشف هيدا مش شرشف مدير هيدا مش شرشف البوس هيدي براسي في شرشف
اسمع لقلك، انت زلمه ما عقتك فهمان بالمصل حق ابدا. هيدا ما شو هيدي؟ هيدا 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 شو هي الوزره هيدي بالشرشف؟ يلا وين الشرشف؟ اعطينا ما في شرشف، وين هالشرشف؟ يا حوا لا مش شرشف هيدا. لا مش هيدا. لا كمان مش هيدا. طيب حط ال يلا يلا حط الصحون انت حطوا الوزرة اوكي. لك شو عامل فيهم الشراشي؟ هذه وزرة هي كمان عن جديد. يا الله. طيب البوس هي انت بالاول حط الصحن حط الشوك حده. يلا يلا حط الشوك مدير. فهمت؟ انا شو قلت لك؟ هلا صار وقت تزينوا المطعم. يعني بتعلقوا الصور على الحيط. كمان؟ ايه ابو هالمطعم بدك تعلق التابلو فوق على المسمار. هلكني هيدا ليه بعد ما في كرسي واحدة واقفة؟ لك جاي المحقق بعد لحظة وما في شي حاضر؟ ايه كله زبط مدير خلص لقط لي هالكرسي القطة. لك القطة. المحقق جميل. يلا يا مدير. المحقق جميل بيوصل على المطعم. المحقق جميل أهلا بالمحقق. أهلا أهلا أهلا. جهزتوا لي الطاولة؟ كله جاهز. كله تمام. أهلا وسهلا فيك. عظيم. وين بقعد؟ أنا رح نظف قدام إجريك وأنت قريب. أنت قريب. قريب تقعد هنيك. تفضل تفضل حبيبي. شكروا الباب. مين طبق لك الهوا؟ طبش الباب. بيعطي نجيب المنيو. تفضل حبيبنا. تفضل. المنيو يا حوا على البار. يلا بس سكت اجيب المنيو. يلا لنشوف حطك محقق اهلا وسهلا فيك. كيفكم؟ يوم الاكل بياخذ العقل. مين الشيف اللي عندك؟ حضرته تاع كله. هذا المنيو. هو الشيف. تعطيه المنيو على البار. هو اللي بضلوا على الارض؟ على الارض على طول. ليش؟ لانه بالمقبره احنا بنمسح هو بيمسح بيه. كله نظيف على ذوقك. وقبل ما يطلب بيقوم جميل وبصير يمشي بالمطعم تيتاكد من التفاصيل. نعم. ايه كله على ذوقك كله. ليك هالكرسي شو حلو هيك؟ كثير حلو. ها مفخوتي من هون شوي مشان تهوي لتفل. ليه ما بعرف ال ليك هالتابلو شو حلو هيك؟ ليه بعدكم على التوقيت القديم؟ لا بتعرف شو بتعرف شو عملنا؟ هات لنشوف. هودي هلا نحن حاطينهم اصلا هيك مشان الناس ما يحسوا حالهم الوقت عم يمرق. فكره. شايف هالمنيو شو حلو؟ عندك كل انواع الاكل والشرب، كل شيء موجود هون. اها انت شو حابب الليله؟ انا والله اليوم حابب اجرب كل شيء، اول صفحه، ثاني صفحه، ثالث صفحه. جميل بيرجع بيقعد محله بصير يتفرج على المنيو وبتوصل عفاف لزبونه. تفضل تفضل حضرت المحقق. تفضل تفضل اقعد على الكرسي. ميرسي ميرسي. ولا تتضايق من شيء. انا بنصحك يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا. عفاف الزبونه بدها تقعد على البار وبتطلب ساندويش على السريع لانها مستعجله. لا على البار بدها تقعد. على البار على البار على البار بدها تقعد. على البار على البار على البار بدها تقعد. على البار انا بقعد على البار. يا اهلا شو طيب هالشاب اللي بيشتغل عندنا. شكرا. يلا بي اهلا وسهلا مدام. بونسوار. اهلا وسهلا. كثير مستعجلة بدي بليز. ما يهمك خليني اتصلك بس الطاولة قدامي بس تكوني مرتاحة. سمبوسك مدير شاورما. شو بك انت بعدك هون؟ بليز بدي المنيو لأنه كثير جوعانة وكثير مستعجلة. بدك المنيو؟ عندنا منيو واحد. معلش محقق أنا باخذ هلا تقرا لتفي برجع لك ولو تكرم معينا. تفضلي. شو عم تعمل انت بالأرض بعدك؟ عم نظف. هلا هي وناطرة بتشوف جميل وبيعجبها وبتصير تجرب تلفت له نظره. فرجينا اغراءات لجميل. جميل هي بدها تلفت لك نظرك.
عطاف مش عم تلفتين ونظرك يا استاذ زحلي زحلي هلا ايه لا قضي عكا ايه زيت سيدنا مش انت حتى لا لسكين ما عندكم اي سي؟ اكيد نعم. اكيد دورولا دورولا الاي سي للست تفضلي تفضلي اخي بجيب خليكي عنا اعملي معروف تفضلي مدام تفضلي هذا اول صحن وهيدا الثاني وهيدا الثاني كل المنيو على حسابي كله على حسابك المنيو يعني بتشوف ما كيف يعني المدام مشاوبة تفضلي مدام لبيب بجيب لها ساندويتش لعفاف تفضلي مدام وبيهديها درينك تحت البار تحت البار مين بده يهديها درينك؟ زحتي علي معلش تملي بالزبونة يا يا لبيب تفضلي مدام هيدا المشروب صحتين خليكي معلش فبيوسف عم زحت زحتي قد ما فيك هيدي ولا هيدي تفضلي يا احلى لا 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 تعال شوي لعندك يا لا انا ولا انت يا مدام تفضلي تفضلي